ماذا فعل الحوثيون في اليمن؟ عام 2014 انقلبت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في اليمن، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف جرائم الحوثيين بحق الشعب اليمني. منذ عام 2014 قتل المتمردون الحوثيون أكثر من 10,000 يمني، بينهم نساء وأطفال وغالبيتهم من المدنيين. وصل عدد الجرحى بسبب اعتداءات الحوثيين أكثر من 39,000، أغلبهم مدنيون. جندت الجماعة الإرهابية آلاف الأطفال ودفعتهم لساحات القتال. زرع المتمردون الحوثيون أكثر من 2,000,000 لغم في العديد من المحافظات اليمنية، راح ضحيتها مئات المدنيين. اقتحم المتمردون الحوثيون المؤسسات الحكومية في المناطق التي سيطروا عليها ودمروها واعتقلوا العاملين فيها الذين رفضوا الانضمام إليهم. منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء تضاعفت الانتهاكات بحق النساء اليمنيات، وسجل اليمن أعلى معدل تحرش واغتصاب في تاريخه. كما طالب رئيس المكتب السياسي للجماعة الحوثي صالح الصماد بإشراك النساء في القتال بسبب النقص الحاد في المقاتلين. وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني قال إن الحوثيين قاموا بنهب وتخريب ممنهج لممتلكات وأراضي اليمنيين الذين رفضوا الانصياع لحكمهم. هاجمت الجماعة السفن التجارية المارة بالقرب من شواطئ اليمن في تهديد واضح للملاحة البحرية. تجاوز عدد المهجرين من المناطق التي سيطرت عليها الجماعة المتمردة 2,000,000 يمني. نهب الحوثيون المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دول العالم للشعب اليمني. أكثر من 3,000,000 طفل يمني حرموا من التعليم بسبب تدمير جماعة الحوثي لمدارسهم، أو إشعال الحروب في مناطقهم، أو استخدامهم كمقاتلين. انقلاب المتمردين الحوثيين وحربهم للسيطرة على اليمن وتدميرهم للمؤسسات الشرعية واعتداءاتهم على الملاحة البحرية ونهبهم للمساعدات الإغاثية وضعت ملايين اليمنيين على حافة المجاعة وسمحت بتفشي الأوبئة بينهم.